البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركته علينا أمين. أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا أمر حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لك خير وتكون طويل العمر على الأرض. أيها الآباء، لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم في أدب وفهم الرب. أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة، في بساطة قلبكم كما تطيعون الرب، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح، عاملين مشيئة الله من نفسكم، خادمين بنية صالحة كما للرب وليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب، عبدا كان أم حرا. وأنتم أيضا أيها السادة، افعلوا بهم هكذا، تاركين الغضب، عالمين أنهم وإياكم سيدكم كائن في السماوات وليس عنده محاباة. أخيرا يا إخوتي، تقوا في الرب وفي شدة قوته، والبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكائد إبليس، فإن محاربتنا ليست ضد دم ولحم، بل ضد الرؤساء، ضد السلاطين، ضد ضابط عالم الظلمة، ضد أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، واستصنعون كل شيء. انهضوا، قوموا إذن متمنطقين على أحقائكم بالحق، والبسوا درع البر، حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المتقدة نارا، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين، ولأجل أنا أيضا، لكي يعطى لكلام عند افتتاح فمي لأعلن سر الإنجيل جهارا، هذا الذي لأجله أنا سفير في سلاسل، لكي أجاهر فيه كما يجب علي أن أتكلم، ولكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي. ماذا أفعل؟ يخبركم بكل شيء تخيكوس، الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب، الذي أرسلته إليكم لهذا الأمر، لكي تعرفوا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. السلام للإخوة ومحبة وإيمان من قبل الله الآب وربنا يسوع المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركته علينا أمين. أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. أيضا وصية جديدة أكتب إليكم، ما هو حق فيه وفيكم،
أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد من العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم. والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا أمين. وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مكدونية. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء إلى هلاس فصرف 3 أشهر. ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي أن يرجع على طريق مكدونية. فرافقه إلى آسيا سوباتروس البيري ومن أهل تسالونيكي أرسترخوس وسكوندوس وغايوس الدربي وتيموساوس، ومن أهل آسيا تيخيكوس وتروفيموس. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس. وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي، ووفيناهم في 5 أيام إلى ترواس، حيث صرفنا 7 أيام. وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة 3 إلى أسفل وحمل ميتا. فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه قائلا: لا تضطربوا لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج. وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
النهاردة يا حبايبي 14 مسرة، أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب، آمين. النهاردة الكنيسة تعيد بتذكار معجزة عظيمة ربنا عملها في عهد البابا ساوفيلوس البطريرك 23 من بطاركة الكرازة المرقسية. كان في مدينة الإسكندرية راجل يهودي اسمه فيلوكسينوس، وكان غني جدا، وكان في شخصين مسيحيين فقراء. واحد منهم قال: هو ليه الراجل اليهودي غني مع انه مش مؤمن بان السيد المسيح هو ربنا واحنا نؤمن لكن فقراء؟ رد عليه الشخص المسيحي التاني وقال له: مش شرط ان الانسان الغني يعني ربنا راضي عنه والفقير ربنا مش راضي عنه، المهم الاعمال الصالحة. قال له: انا مش مقتنع بكلامك. وراح عند فيلوكسينوس اليهودي وقال له: اقبلني خدام عندك. رد عليه وقال: اللي عاوز يشتغل عندي لازم يكون يهودي زيي وانت مسيحي. قال له: المهم شغلني عندك وانا مستعد اكون زيك وهنفذ كل اوامرك. اخدوا قدام المجمع اليهودي وسألوا رئيس المجمع قدام جماعة اليهود: عندك استعداد تنكر المسيح وتبقى يهودي زينا؟ قال له: موافق. رئيس المجمع قال: هاتوا صليب كبير خشب. وقال له: امسك العصاية دي فيها خل وكأنك بتشربه للمسيح، وامسك الحربة دي واطعنوا بيها وقول: طعنتك أيها المسيح. مع الأسف الراجل أهان الصليب وعمل كده، لكن أول لما طعنه نزل منه دم ومية ووقع الراجل ومات في الحال. وناس كتير جدا أعلنوا إيمانهم وقالوا: إحنا مسيحيين ونؤمن بالسيد المسيح الإله الحقيقي، وأخدوا من الدم بركة ليهم. وفيلوكسينوس اليهودي كانت بنته عمية مش بتشوف، أخد من الدم ورشه على وشها فتحت في الحال، فآمن هو وكل بيته ويهود كتير جدا بالسيد المسيح. ولما سمع البابا ثوفيلوس أخد معاه كهنة وشعب ودخلوا مجمع اليهود وشافوا الصليب والدم، فأخد بركة منه وبارك الشعب بيه، وأخذ الدم ووضعه في إناء واحتفظ بيه ونقل الصليب للكنيسة، والناس اللي قبلوا الإيمان عمدهم كلهم وأصبحوا مسيحيين ومجدوا ربنا. بركة الصليب المجيد فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. تعترف السماوات بعجائبك يا رب وبحقك في كنيسة القديسين، طوبى للشعب الذي يعرف التهليل وبنور وجهك يسلكون. هللويا. مبارك هو
الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية، فقال له اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه، وصنع له لاوي ضيافة كبيرة في بيته. والذين كانوا متكئين معهم كانوا جمعا كثيرا من عشارين وآخرين، فتذمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين: لماذا تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاة؟ فأجاب يسوع وقال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا؟ وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون. فقال لهم: أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. وقال لهم أيضا مثلا: ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، وإلا فالجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئلا تشق الخمر الجديدة الزقاق، فهي تهرق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. وليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول: العتيق أطيب. والمجد لله دائم.